برد أزرق خارج من صوابعك، غلفة بالزهر، كحة خارجة من الزر، تشم السكر من الكانون، وتتفقد سقف بيتك من حديد وإلا لا، تضرب فركة يضربك بلقشة، تتنبس، تحذر حكة شامية تنقبها انقبات انقبات، تغمض عينيك وتدور على جنبك، تنطون فهم فيها الحكاية. كان عسيت على روحك وعلى دوسياتك كان خير، نهار وطول انت تكفي العصام عند سي توفيق المعلم الكبير، وتهبط لي انا عاملني شكارة بتاع بوكس. 17 ans de service sans congé, ni maladie, ni repos, ni vacances. ومش وحدي خلت مخر، الإدارة كل خلت مخر. حمل نجيك في فلوكة، الماء وصل للعنكوش. مرة عزوزة شقيق بها الواد وفي دباقات. اش كان عليه؟ وحاسبني يا سيد على الطقس اللي خرجت عليه الصباح. الشمس مدايحة والعصافر منشرة والحال ربيع. في دقيقك حالة السماء وكرهت الرعد. والدنيا عامت. نعم. أنا لاني فاهم ولاني طايقه، هذا خريف ربيع شتاء صيف، برد برق رعد كساد قلق، خرج السحابة والكبوت، أنا تزرق الشمس، نخليهم جنابي تقلد نزرق نتنفخ كيف الفلوس. قال لك هذه كلها من التجارب النووية، قاعدة تقتل في أرحام الأرض وتلوث لها في المونة بتاعها. بسم الله. عملني شبيك جاي مخر. أربعة مليارات ساكن مش لعب، على وجه البسيطة مهدين بالاندثار،
إذا ما يلقاوش حل سيسي الفلحة ذا اللي يتحللنا في طبقة الأوزون واللي الأسباب متاعه متعدة. قال لك مشيشة إلى المصانع الكيميائية. وين سبيك زي مخر. وحاطينه المقال بحذا حظك اليوم. كفت البرج متاعي يعمل ايه؟ وتبالك اليوم ما تنحيش الكبوت. لم على جنابك. عينيك على كتافك. عس على الحفلة وراك اللي يدبي واللي يطير. قلت له نوتون في با. مستانس بيهم مستانسين بيا لهوايش. 17 سنة أرشيف مش شوية. حلوشة وزغ وصوت أم الخيل وزرزومية وخنفوس الماء والجرابع. تو أنا يخرج لي أنا حنشبو فطيرة من وراء البلوكسي مغادي يغزر لي يعقلني صحة مرياه صحة أبوها يولي يتهنى يتلف ويرجع لحفرته. شبيك عشرة تعمل 17 سنة مش شوية راه. ليه ويحبوني ويقدروني أكثر منك يا سي العايش. أربع أيام نجري وراك على كونشي بنهارين. قلت لكم أيامي راي تعبة مريضة ما رقدتها في السبيطار كان بالسيف. فوت بارتو يخشم وفي فم اللي ما نعطيك الكونجي لما تهبط الكرافن وتنفضهم الغبرة من فوق تبدأ خلي تكلاسي من عام 60 وانت جاي حتى شيء ما يتشاف حتى شيء ما يتقرأ حتى شيء ما يتمس عوام هاي تخلطت على بعضها تخلطت كبست بحبل وتحطت تحت الردم وانا يا سيد راني ارشيفيست مانيش حمال انا ما يولمنيش طلوع السلوم وبالسيرتيفيكا متاع الطبيب متاعي أنا قال لي رد بالك الدوخ وإذا دخت أنا نكركرك المرفع معايا بسلعته يتبعنا الحيط هدايا هو بيدو يلوش في دزها يجي راسي أنا على الزرس نخذ خذتين ونضربها بسكتة والبيبان مسكرين عليها نتنفخ يكني الدود يدوروا بيا لهواش يمشمشوني يخليوني على العظم كومبلو هذا كومبلو يا سي العايش احكيها لوحد اخر الحكايه هذه برمشي توا لوج واحد اخر يجي ينجدوا بالسرقه قل له بالله عايشك بروكسير كيفاش تكتب باهي كوستاريكا وين نجي واش تخليه المناني ايش اسمه بسوري
الله لا يوريه لك. الديكسيونير نحفر امه ونزيد عليها. تلعب بها سيزيام تاع قبل. ناس كانت باش لغمها تعدي سيزيام. ويطيحوا فيها. نجحت لو برومي في البروموسيون تاعي. والثاني وقتها وليد عبد الرزاق اسمه من الكاتريام زواف. جا بعدي وقتها. لا بعدي. وي. عنده فارماسي. عياه هو يلحلح بيه يعمل لي تشد لي مريح الكاس عايش خويا شهير شهيرين حتى نقف على سقايا. قلت له جامد لا في حكايه فلوس قطعني منها. وقتها شدتها مرته وبالتالي هكاك شدتهم الزوز مهفه. جرت انا تابلوسيس ما كرهمش انا تو اصحابي انا في الاداره بالعكس نحبهم بالعكس 17 سنه 10 شبيك لعب نهار يا أبسط حاجة نهار صبحت زيت لي النحلة صبحت شيخ بنت نغزر في السقف ريت فيه برشا حاجات فتحت لي الأفاق متاعي زيت في البيفات نحكي لهم في نكتة شكاية يعني والله ما لي دنيا فما معا استنى ولا فما مرأة وسط تقول انت هكايا كارونتين سفساريها ومعنتها وبنابها وبلوبانتها وتماقها وكفرتها ماشية معنتها فير انزور هكا تقول ميدي موانكار قاضية متاع كسكسي وشكون يعرف عليها تبع فيها وحي تبولد يا ريخ البارد هذا ما شكون يشدوا هكازي هذا مرأة وقفت في الكار معناتها متبهدلة خذت النمر واللي يجي تبح نجدت الخلاص قالت لي خلاص ما وصلناش عايش خويا طلع مهف خلاص قال لها ما زلنا يا فلاية تفيق على ريحة البهيرة مكركرة معاها دودة الحرير تفكها من ورقتها تسلها من حريرها تتغذى بسكاتها ناعمة بخضرتها تكسر لها ربيحها حلم غزل ورمشة عين ممرها محلاها
مش سهل واحد يغني 30 متر تحت القاعة، منه للصخر والماء والأعشاب السامة. أنا لو كان يعطيوني الاعتمادات الكافية لما المغارة هذيها رد فيها الشمس تزرق منها وتغيب، نزرع في أمها الفراولة. نعمل فيها ثنية تعتي على الصحراء، وثنية تعتي على البحر. نركض في الصحراء وناكل من البحر. ونعمل في أمها باب نحاس مغروس في القاعة وراسه في السماء، وسكروا في وجوهكم وجربوا وقت حركوني ولا دردعوني، واليوم كما كان تاع مصر شو اسمه هو اللي يضرب لهم 3000 سنة ومغروس لهم في القاعة في الرمل، عملوا لهم هكا. تراني العقرب تخلي سمها وتهرب، يراني النمر يعثر، نحول عينين الغراب، لا تفر فيا لا برد لا برق لا فيضان لا هيجان لا ميجان، نعامل الاشبال من ند للند. ساعة ما يطوعني لساني ونركع عينيا في عينين المعلم الكبير أبقاه الله وزاد الله في علمه وفي نوره وفي جاهه، كيف نعرف نتخبله في نقبة المفتاح؟ يحل الباب وعلى غير رادة نتيح له بين ساقيه، نغزر له من اللوطة صنبة متاع برونز، كلامه في عينيه علمه مرصف في راسه قوى البرصاص، 5 لغات بخلاف السكات، جملته 3 كلمات وتتكدس الأوراق ويسيل الأحبار، وتمشي ناس ويجيو ناس وناس تتخبى ورا ناس وتطرد ناس، يغيب يحضر كيف الهلال، حضوره يعقد اللسان، معرض صدره مملى خطوته معمق سكاته،
يحبني 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 يموت عليا. أنا الوحيد نقول له صباح الخير يزن لي يكحرني يهزني يعطني. هذاك مش ناسيني قاري لي حسابي. شوية تقشف الشر هذايا وشر اللي بعته وشر اللي وراه ونضرب لها الكسوة الكحلة اللي شفتها محلاها قماشة. أمي يامي كانت في صغرها تبدأ حطته على السنتينال وتبدأ بالغرزة 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 ونساء دايرين بها وانا نغزر لهم من نقبة المفتاح. الشهر الثالث تتقص حلمتها تطلع الربيع من نقبة قصدين تستنى الفجر تتبع الضوء تسحف له وتعرق له وتطيح. الشهر الرابع تتخلط ريحة الربيع مع القصدير تصفار من الظلام تحللها الدنيا وفات الحلمة. الشهر الخامس تحفر لها وتدفنها في الدريبة. ويك نطلع على سي توفيق المعلم الكبير ونوريهم الجميع الكل. انا عندي الوثائق عندي الوثائق الكل على الغداوه بتاعهم وضعوا زادهم بالنغري عام كامل ولا نقرا وسطر بالاحمر. سي توفيق انت تجي تنبر من الصفر ما زلت بريحه الخارج نضبطوا موعد في الرزلامة تضرب العشرة في المنقالة تحلي بابك. أنا نسكر القفلة الوسطانية نتاع كسوتي الكحلة ونحل قلبي وتتمادى بيني وبينك المصافحة تتلحم يدي في يدك. سي توفيق مرحبا بيك سي توفيق وتبدأ المقابلة على مستوى عالي جدا. أنا حبيت سي توفيق نعطيك فكرة ضافية وشاملة حسب تبويب المدقق بحروف أبجدية تعلوها. سامحني سي توفيق يعيشك سامحني دقيقة سامحني. لا سي توفيق دقيقة برك سي توفيق. أنا حبيت نعطيك فكرة ضافية وشاملة حسب تبويب المدقق بحروف أبجدية تعلوها رؤوس أقلام وأمثلة في الصميم وتركيز كلام. أنا عندي كراسة قد هكا داخ سي توفيق. رجلي هبل هاو مشى هاو جا هاو خذا شريبه ماء هاو نشف عرقه وحط يديه وراه هاو استغفر الملاه هاو ضرب على يديه هاو تلف لهم وبخهم الكل. سي با بوسيبل سي با بوسيبل من كثر الغش ولا يتكلم بالانجليز. قلبي راه مريح فما حد يجري يجري يا مريح يا
سي سي بيان سور بيان سور تمدع البيرو ضرب لها جمعة سخانة تقليفية طب ودويات نض بالحمصة كوي تشوفي خشمه كوي تشوفي فمه لا ذهن ذهن خير من البارح يعيشك سي توفيقة تعرفوه عندي القومة نتاعو ونركز عليه بك النكتة نتاعي يتهز ويتنفض يتهز ويتنفض يتهز ويتنفض يضحك 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 بشد أجنابه إيه هلكك يا مرياح خلي إيه هلكك يا مرياح خلي إيه هلكك مظمرك محل قاعدتك ومحل كلامك تشبيني تشبيني ما نعرفكش تشبيني تجاني تجاني تي وينك يعني ندالهم الكل جيبولي دوسي هذا شو عارف نسأل كيف ناكي احنا نحتاجوله احنا نحتاجوله احنا احنا نحتاجون احنا مرياح عيت عليهم كل وبخه جاني قال لي ما تعرفني وحدي قال لي انا قداش مني انا جاني نتعرفوا على بعضنا نسافروا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا نتعاونوا يا اخي احلف ويد كتف سي توفيق قال لي هذا مني ليك العهد عمل سفرة لتركيا منا سفرة لتركيا 20 ساعة وهو في الطيارة والطيارة تدور بيه تدور بيه تدور بيه تدور بيه من بلاد لبلاد من بلاد لبلاد بعد عمل بلوف في تركيا يحكي لي اش كلاه فيها تركيا واش مخمخ واش البس واش حوس واش عرف عباد قال لي والله يا اخي قال لي هكا في تركيا هكا لازم مرة جاية مع بعضنا يا مرياح هاي كعبة الفستق يحكيني في تركيا قدنا هكا شنو سي توفيق احنا في اجتماع ونساء داخلين خارجين علينا شنو هذا ديسيبلين هذي بونجور بونجور عالسلامة يا حمامة ملا تنقورة متاع خشم وملا شوافر ملا شعر وملا مرافق
ومال كعب ساقي. نعم سي توفيق. هذه بنتك هي الكبيرة. انشانتي. راوية. حلو برشا اسمها سي توفيق. راوية. عندك ذوق. البنين ما جيب كان البنين. قعد في حجره وباسها من جبينه ومد لها انفتح الكهرباء. يموت عليها. تكاو يا غزالة. اوه سي توفيق تغزر لي. سي توفيق لا سي توفيق تغزر لي انا والله وراسك انت تغزر لي. لا لا والله لي انا. هيك سي توفيق هيك عينيها مرشوقين في عينيا. قل لي هيك سجلتني في مخها. اكسكوزي موا بالله دقيقة نمشي شي عمها. سامحني سي توفيق. الشهر السادس يطول النهار يقصار الليل يشيح الأحبار يشيح الريق تهز القايل على كتافك تشيح قلوب البطيخ. الشهر السابع تغزر بعين مشقة عقول سارحة مع قمرة راكحة تضيع في النجوم تحسب الأيام بصابعك تخربش القاعة بظوافك. الشهر الثامن يقنقن عليك ذبان الخريف يمص لك دمك يبيع لك فكرتك. الشهر التاسع يعميك العجاج وأول قطرة يهزك الكورينت. الكورينت. الأربعين متاعك يجيب الجمعة غطوة برجع بها جاي. أنا توا مازالي باش نسبل الدار ومبخرها نطير عليها الكساد ورقد وتنام. سي وخيك خلي الأزهر جايب لي وحيد معاه له طويل وله قصير له سمين وله ضعيف له أبيض له أسمر وله أكحل. حاطت كرتابة تحت ضبوته لبس كسوة كباري قلب شعره التالي يمغث الشكلي
قنصص في عيني وقال لي انت مرياحة. قلت له وي مسيو. قال لي انت اكش ولد امك يا امك. انت ملقوط من القاعه وعندك جمعه تلم حوايجك وتسلم الدار. قال لي ما عندكش حكم في التبني. الحق يا أمي يا أمي نكلم فيك هربت فينا خلي الأزهر. الناس تعظمني في الأجر ودزني قدامهم. قال لي مولا باس تقبل في العزاء قبلي عقاب ريحتك. قلت له ما ريحة أمك فحشت على قبرك وكوخت له كسيت. شافنيش قدام شبالك عينيك ضحكتك مشيتك. حب قلع الشجرة من عروقه. كان يطلع عليكم العام للعام. شكون رقيت في صغرك في كبرك في مرضك في شفاك. شكون كان مدفيك من عليك الدنيا. ربيتني وربيتك ريحتك في كل قطعة مني في كل قطعة من جسمك في كل تركيبة في كل نسمة تبقى على حبيبتك. نفس بتنفيستك قول مرياح قول مرياح قول مرياح. عيط وانقب بها الحيوت. قول مرياح ابن علي ابن محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن الرشيد ابن عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. ولد في فجر الثالث من رمضان من سنة 45 و900 بأريانة القديمة. ترعرع وزاول تعلمه بخيرية ناج الورغي إثر نقلتهم إلى ناج فافتة بعد وفاة أبيه إبراهيم السراج رحمه الله. كان فصيح اللسان شجاعا مقداما وفارسا فذا حتى قيل عنه. حدث أبو هريرة قال فوز بنفسك إن كنت ضيفا واترك الدار إلى من بناها. شكون بناها؟ هذيك دار ميامي أم يامي أنا خلتها لي ملكي أنا الدار هذه دار متاع عيالنا دار هي خلتها لي أم يامي. تعطيني أنا 40 سنة
واحد في الأربعين يزيد يتشوب ويتلولو. اللي يلبسوا يوتيهم اللي ياكلوا يطلع عليه. واللي عظمه كالرصاص ومخه مالي راسه. وقتها يعطيوه المسؤوليات الكبيرة والخطيرة. واللي يراه ويسمع في حاجات ما همش في متناول عامة الناس تاع كل يوم، كل قاعدة، كل حلقة، كل شارع، يحطوه على العناق ويدوروا بيه. واللي حب يفحج عليه كرايم أمه تتكسر. حيوطها في عروض الدنيا، جرب شق الدنيا، تخلو التراب في عينيه ما عادش يراها. جاب الديناميت حب يهدها تفرق عليه، حيوط الناس اتشقت، خرجوا يعيطوا يصيحوا ويهبلوا، قتلى ومجريح ومساجين، يحبوا يهدوها، فردوا ملايينهم فلوسهم فلسوا هاجروا وهجوا. تمسك الشجرة غادي تخرج لك عروقها، تشكتك بجذورها، تخنقك وتدفنك حي. تمسك البير غاديك أغرق من البحر، تبلعك البلاعة، ياكلك الحوت. ما تعتبش المقصورة غادي، ترك ناس خال نسمع في صواتهم وصهيل خيولهم جايين من بعيد يناديولي يا مرياح. نعم مرياح مرياح مرياح. نعم نعم نعم. تعريت تقرق شدد، اثنية تسدد، خلات من نفس درخات ريحة وجبالة شمسة خضارت زنزر تصدد. زوروها حطوا عليها النوار، ما تخليوش الحشيش يغمها، فتفتوا عليها الخبز، لقطوا الدود، فتفتوا عليها الخبز، لقطوا الدود، ما تخليهوش الحشيش يغمها. نسمع في بابها يناديلي يدق عليا، حسوا صدع لي وذنيا، سيبوني خليوني نحلو، شبيكم شديني، سيبوني خليوني نحلو، شبيكم شاديني. حطوني في خانية، ادفنوني في حيطها،
تدفنوني في حيطها. راوية راوية شكون خال الملقوط من القاع؟ شكون خال الملقوط من القاع؟ مانيش ملقوط من القاع. راوية رد بالك، شد كرشك بيديك، ما تتخلفش، ما تمشيش، ما تجيش، ما تتعبش، اش تحب نجيب لك راوية؟ ها؟ راوية اش يسمي؟ مرياح مرياح ابنو علي، مرياح ابنو محمد، مرياح ابنو إبراهيم، ابنو محمد، ابنو علي، ابنو عبد الله، ابنو محمد، ابنو محمد، ابنو محمد، ابنو مرياح، ابن الخليل، ابن عبد الله، ابن إبراهيم، ابن الرشيد، ابن محمد، ابن محمد، ابن محمد، ابن محمد، ابن محمد، ابن عبد الله، ابن إبراهيم، ابن علي، ابن عبد الله، ابن محمد. ولد في فجر الثالث من رمضان من سنة 45 و900 و1000 بأريانة القديمة، ترعرع وزاول تعلمه بخيرية نهج الورغي إثر نقلتهم إلى نهج فافتة بعد وفاة أبيه إبراهيم السراج رحمه الله. كان ذكيا وعالما فذا وفارسا شجاعا، حتى قيل عنه حدث أبو هريرة قال Na 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 na